السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوة جديدة من شهيوات أم أنس. اليوم جيت وجبت لكم هاد الشهيوة الرائعة، شهيوة رمضانية ومن لا يعرفها، البليغات المغربية. كتجي لذيذة 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 وروعة، شهوة منها كيف ما كتشوفوا. أنا زينتها بالقليل من اللوز، ثم لو بغيتي تخليوها هداك فكتبقى على حسب الاختيار وعلى حسب اللي متوفر في الدار. فصراحة المذاق ديالها يا سلام، والمقادير ديالها جد اقتصادية، غير جربوها. غادي تقولوا لي ام انس فباقي بكري على رمضان، فكنقول لكم انا اي حاجه كتعملوها فكتقدروا تحتفظوا بها، يعني في سطوله او في بواطات ديال البلاستيك كتعملوها، كل طبقه كتعملوا لها الومنيوم كتحتفظوا بها في المجمد، فكل ما احتجتوا القليل منها يعني على حسب اللي كتحتاجوا في رمضان كتبقاو تجبدوها جوج سوايع او ساعه قبل المغرب، كتكون طريه ومقرمشه يعني بحال عملتوها يعني في الحين. المهم دابا ما كنكثرش عليكم، نقول لكم نخليكم مع المقادير، والناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره وكيشوفوا هذا الفيديو يخليوا لايك للفيديو، حاولوا توصلوا لاكبر عدد من اللايكات. الناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره يشتركوا ويسرعوا في الاشتراك، كذلك تفعيل الجرس ضروري جدا باش توصلوا بكل جديد وبكل حاجه كنعملها جديده. ما بقى لي اخوتي الا نقول لكم غنخليكم دابا مع الفيديو والمقادير، وكنتمنى لكم طبعا فرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الحلوى ديال البليغه، حلوى كتجي جد جد رائعه اقتصاديه وسهله جدا لشهر رمضان. فغادي نحتاج 250 غرام ديال الدقيق الابيض يعني ديال الفورس، يكون الدقيق الممتاز. عندي هنايا خميره كيماويه ما يعادل 8 غرام، فانا ما غنعملش 15 غرام، 8 غرام فقط من الفانيليا ما يعادل 8 غرام. 250 غرام ديال الزنجلان اي السمسم، ضروري ما يكون محمر سابقا. عندي هنايا ملعقتين زبده تكون مذابه، يعني ملعقتين زبده يا اما حيوانيه، يستحسن تكون حيوانيه او نباتيه، المهم اللي ما عندهاش حيوانيه تعمل نباتيه. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا ماء للعجن، فالماء كيبقى على حسب الدقيق. عندي قبصه ملح، عندي هنايا صفار بيضه، عندي هنايا ملعقتين من ماء الزهر، اللي ما عندهاش ماء الزهر تقدر تستعمل كذلك ماء الورد، لكن يستحسن اذا كان عندكم ما زهر احسن من ما ورد، كتجيبيه كيف ما عرفوا كيف ما كتعرفوا الشباكيه او البليغه كتجي احسن بماء الزهر. عندي هنايا نصف ملعقه صغيره من القرفه، فالقرفه كتبقى كتنسيم فقط. عندي ملعقه كبيره من زيت الزيتون يعني زيت العود، وعندي ملعقه كبيره مخلطه ما بين اليانسون والشمر اي النفع وحبه حلاوه، وكذلك القليل من العسل. طبعا ملي كنقليوها كنطفيوها في العسل وهي ساخنه، ضروري ما تكون عندنا العسل، وقليل من حبات اللوز اللي بغات تزين باللوز او اللي بغات تخليها هيداك تخليها هيداك. فنجوز معكم ان شاء الله دابا لطريقه التحضير. فكيف ما كتشوفوا معايا في واحد الاناء، غادي نبداو اولا بوضع النواشف يعني الحاجات اللي ناشفين. غادي نوضع اولا الدقيق بهذا الشكل، عندي 250 غرام، فاللي بغات طبعا تضاعف المقادير فيمكن لها تضاعف المقادير على حسب عدد افراد الاسره. غادي نزيد الجنجلان من فوق اي السمسم، غادي نزيد ديك ملعقه كبيره ممزوجه ما بين الشمر واليانسون اي النفع وحبه حلاوه. فاللي ما كتعجبوش شي تنسيمات من هاد التنسيمات اللي عملت انا الشمر او اليانسون او القرفه، فيستغنى على شي وحده منهم ويعمل يعني نسم العجين ديالو باش ما بغا. غادي نعمل السكر الفانيليا. بالنسبه للخميره الكيماويه ما غنعملهاش كامله، غادي نعمل القليل فقط باش تجيني 8 غرام بهذا الشكل. هو ملعقة قرفة، فغادي نخلط الكل جيدا أولا بهذه الطريقة ها هي. دابا غادي نبقى نزيد شيئا فشيئا في المواد السائلة. غادي نزيد ديك ملعقتين زبدة مذابة، ملعقتين كبيرتين من ماء الزهر، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، صفار بيضة. غادي نخلط اولا، فالعجينه خصها تكون بحال العجينه ديال الشباكيه او ديال المسمن، يعني ضروري جدا ما تكون عجينه قاسحه ولينه في نفس الوقت. غادي نعملو رشه ملح باش ما ننساوش.
غادي نبقى نزيد الماء شيئا فشيئا، ماشي في دقه واحده. الماء ماشي ما يكونش بارد وما يكونش سخون، يعني ماء عادي من روبيني. صافي العجينه ديالنا كتجي بهذا الشكل. غادي نرد على المول، غادي نغطيها ببلاستيك غذائي او ميكا تكون منقيه. غادي نتسنى عليها نصف ساعه على الاقل حتى ترتاح جيدا، باش كتساعدنا نطلقوا العجين ديالنا. من بعد ندوز معكم ان شاء الله تشكيل العجين وكذلك الطريقه القليه. فمن بعد ما دازت نصف ساعة كاملة، فهذا هو العجين ديالي أو العجينة ديالي، كتولي عجينة لينة بالرغم أنها عجينة قاسحة، يعني قاسحة ولينة في نفس الوقت. فأنا العجينة ديالي ما غنخدمهاش هيدا كاملة، طبعا غادي نقطع واحد القليل فقط، ثم يمكن لكم تقسموها لثلاثة أو أربع كويرات، بقاو تخدموا بكل كرة باش كتسهل عليكم العملية ديال الطليق. بالنسبة للطليق ديالها اللي ما سادتوش العملية، فتقدروا تعملوها بين ورقتين ديال الزبدة، يعني الورق ديال الزبدة، كتبقاو تطلقوها او كتستعنوا بمايزينا. فضروري جدا باش تجيكم هاد البليغات ها هما مقرمشين، يكون السمك ديالها تقريبا واحد سنتيم، تكون رقيقه جدا. فدابا غادي نقطع على ديك الزوائد او الحواف اللي عندي هيدا معوجين، باش نحصل على مربعات. فكل مربع، فانا استعنت بهاد المسطره الخاصه ديال المطبخ، غادي نعمل فيها كل مربع نعمل فيه 3 ديال السنتيم كيف ما كتشوفوا، اولا تعملوا عينكم ميزانكم، يعني كتعملوا فيها 3 ديال السنتيم او 3 ونص اذا بغيتوهم يجيوكم صغارين. بالنسبه اللي بغات يجيوها كبار فكتستعمل 4 سنتيم او 3.5 ديال السنتيم. فدابا غنوز معكم ان شاء الله لتشكيل هاد البليغات، هما كيجيو فنين ورائعين، اذا كانوا صغار كيجيو حلوين. فكيف ما كتشوفوا كناخذ كل مربع وكنجمع له القناه ديالو، كل قنت كتكيو عليه مزيان مزيان، كتبركو عليه بهذا الشكل باش كتفاداو انها ما تفتح معكم في القلي. فغادي نخليكم مع الصور باش نزيد نقرب لكم الفكره. فطبعا كيف ما كتشوفوا هاد الزوائد، قبل ما تبداو تشكلوا في العجين اي في البليغات، كتزولوا ديك الزوائد او ديك الحواشي ديالها كاملين وكتسكوروهم، كتردوهم من الميكا او البلاستيك الغذائي باش ما كييبسوش معكم ويعذبوكم في الخدمه، يعني باش يبقاو لكم ارطيبين. فمن بعد ما شكلت البليغات ديالي كاملين، بليغاتي ديال الزنجلان، الزيت عندي مسخنه، كذلك عندي عسل منزلي. فاللي بغات العسل المنزلي الطريقه ديال التحضير ديالو غنخليها لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو، او تسناو حتى يتسالى الفيديو غنخليها لكم في واحد المربع في نهايه الفيديو. ما عليكم الا تكليكيو عليها وغتلقاو طريقه تحضير العسل المنسم المنزلي، كيجي لذيذ وبنين بزاف. هنا عندي واحد الشبيكه ومن تحت عندي واحد الاناء باش نعمل فيها البليغات ديالي وينزل منهم ديك الفائده ديال العسل. فالزيت ضروري جدا ما تكونش سخونه بزاف وما تكونش على نار مهيله، يعني كتكون على نار متوسطه باش ما يتحرقوش معكم البليغات، كياخذوا لكم لون ذهبي فقط من برا وكيبقاو لكم خضر من داخل. يعني احنا الهدف ديالنا باش يجيونا البليغات مقرمشين، يعني ياخذوا يعني القياس ديالهم والحق ديالهم في الطياب ان شاء الله. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما سخنت الزيت وتاكدت بانها سخنت، اصلا انا سخنت لي دغيا حيت سبق لي وكنت قليت فيها اللوز اللي غادي نستعمل للتزيين، فهذيك الفتاوت اللي كتشوفوا في الزيت فهذوك غير فتاوت ديال اللوز. فكنبقى مستمره بهذه الطريقه، هي كنعمل القياس اللي غادي يتعلي في الكاسرول اللي عندي فيها العسل، يعني غادي نعمل تقريبا 12 حبه وغادي نبقى نقلب فيهم حتى كياخذوا لي لون ذهبي، يعني كياخذوا لي تقريبا من 5 حتى 10 دقائق، يعني على حسب درجه حراره الزيت كيف ما سبق لي وقلت لكم. فالزيت ضروري جدا كنزيد ناكد لكم ما تكونش سخونه بزاف باش ما يعني ياخذوا لكم اللون برا وكيبقاو من داخل خضر. صافي كيف ما كتشوفوا معايا اعزائي الكرام، من بعد ما خداو لي البليغات ديالي هاد اللون الذهبي الرائع، يعني كيكونوا مقرمشين من برا ومن داخل، فغادي نبقى نعملهم في العسل مباشره، كنطفيهم في العسل وهما سخونين، والعسل كيكون عندي طبعا دافئ ما يكونش بارد وما يكونش ثقيل بزاف. فكنستمر بهذه الطريقه، كنقطرهم ونعملهم في العسل، وكنعمل مقلاة اخرى او طاجين اخرى ديال البليغات ديالي.
اذا لاحظتوا معايا واحد الحاجه، فانا هزولت الطاجين ديالي من فوق الموقد اللي عندي ساخن جدا. فاذا لاحظتوا بان البيضات ديالكم كيتحمروا ولا كتحمروا لكم دغيا، فالمقله الاولى الثانيه والثالثه ماشي فحال الاولى، كتكون الزيت صافي شدات الحراره وشدات السخونيه وكتحمروا لكم دغيا. فاللي عند الموقد ديال الغاز ديال الغاز فكتطفي على البوطه وكتخلي الزيت ديالها حتى كتاخذ حراره متوسطه، عاد كترجعها فوق البوطه باش ما يتحرقوش معكم دغيا او ياخذوا لكم لون ذهبي من برا ويبقى لكم خضر من داخل كيف ما كتشوفوا معايا. هاد الطريقه اللي عملت انا. كيف ما كتشوفوا معايا اعزائي الكرام، هذا هو طبق التقديم النهائي. كتجي لذيذه 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 بزاف بزاف، روعه روعه صراحه. ما نكذبش عليكم، انا كتعجبني احسن من الشباكيه. فغادي نوري لكم وحده كيف كتبان. شوفوا كيف كتبان، كتجي رائعه، شربه العسل ومقرمله مقرمشه لواحد الدرجه اللي ما تصوروهاش. غير جربوها. الناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره يخليوا اشتراك القناه، حاولوا توصلوا الفيديو لاكبر اكبر عدد من اللايكات باش نجيب لكم دائما الجديد والجديد من الوصفات الرمضانيه ان شاء الله. غنبقى نعمل لكم دابا ان شاء الله مستقبلا وصفات رمضانيه سهله وكذلك للفطور يعني للمغرب او للسحور. فكتبوا لي في الكومنتير الوجبات اللي كتحبوا واللي كتمنوا نعمل لكم ان شاء الله مستقبلا. فبارطاجيو الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيوه باش تعم الفائده بيناتكم كذلك في المواقع الاجتماعيه. ما بقى لي خوتي الا نقول لكم شهيه طيبه والى فرصه قادمه ان شاء الله. باي باي.